السلام خوتي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. كاينه واحد قطعه ارضيه مساحه 100 مترو لاصقه في هذا الدار اللي انفاس معنا، عندها جوج ديال الواجهات، الشارع ديال 10 والزنقه 5. الارض ملكيه، وصل الضوء والماء، منطقه عين داليا طنجه، حدا بومبات سيدي حسين، قريبا الرامبونت بومبات سيدي حسين. تبعوا معايا الفيديو وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد، وباقي الخير من قدام. الثمن ديالها 2000 درهم للمترو، مساحة 100 مترو، كتجيك 20 مليون. هذا اللي فيه هاد الهندية، هادي 100 مترو كما كتشوفوها هنا، وهادي الطريق العشرة غالة بحالنا حاجة. أنا نقولك أنا دير فيديو هدا جامع قدام هنايا، وبومبا سيدي حسين هاهي فينيا، نخرجو ليا دابا. خوتي العزاز، قطعة أرضية وحدة اللي كتسبع هي اللي صورناها، اللي لاصقة في ديك الدار كما لاحظتوا معايا في الفيديو. مساحة 100 مترو، عندها جوج فرشادات، الشارع ديال 10 والزنقة 5. الثمن ديالها 2000 درهم، يعني 100 مترو كتجيك 20 مليون. منطقة عين داليا طنجة، ها الشارع الرئيسي. دابا حنا غنخرجو من بومبات سيدي حسين. هذا الشارع الرئيسي كما لاحظتوا معايا، الارض عندها مستقبل، كتوجد منطقة عين داليا طنجة، ها بومبا ديال سيدي حسين اللي انفاس معنا. قلنا قطعة ارضية عندها جوج ديال الواجهات، 100 مترو كتجيك 20 مليون. بغيتي تخبع فليساتك فيها، هادي مولاها من اسبانيا، كيعيش في اسبانيا، اللي كانت شي حاجة معقول مرحبا.